سلام غزالة، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم كخاب معمر، وصراحة الآخر لحظة وقلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم هذا الكخاب. أنا استعملت فيه داك الشيء اللي عندي في الدار، يعني ما محاولش نتكلف ولا نجيب شي حاجة ما كيناش. مهم درت فيه البصلة، الفلفلة، قرعة خضراء أو كورجيت كيف ما كتشوفوا، درت فيه خيزو، ودرت الكفتة، زدت عليهم الملح، البزار، فلفلة حمراء، ودرت شوية زعتر نصمت بيه، درت زيت بلدية وزيت رومية. أنا بعد ما وجدت هذيك الصوص ديالنا ضفت ليها جوج ديال الفخوماجات، وغدا نخلطو معاها مزيان حبة سخونة باش يدوب كل شيء. نخليها حتى تبرد شوية ونضيف ليها فخوماج حمر. بالنسبة للعجينة ديال الكريب، هنا غادي نحتاجو معلقة كبيرة ديال الزبدة، غنحتاجو 3 الكيسان ديال الطحين، 2 ديال البيضات، 3 الكيسان ديال الحليب، نحتاجو شوية الملح، الزعتر، شوية الإبزار، شوية ديال الخميرة. المهم هادشي كامل غنديرو في خلاط كهربائي، نخليه حتى ينسجم مع بعض دياتو، ونخليه يرتاح واحد 4 دقائق، ومن بعد نطيبه. بالنسبة للخليط البنات، ها هو ولا على هذا الشكل هذا. المهم انا هنا بالنسبة للعبار استعملت كيسان ديال العنبة بهم باش عبرت، ولا بحال هكا. دابا غنمشي باش نوجدو نطيب. ها هو الكريب ديالنا هنا كيوجد، ممكن تشوفو معايا. هو الكريب بعد ما طاب، هذه هي العمارة ديالو. هذا نضيف ليها فرماج حمر ونخلط الكل، ديك الساعة نعمره. ها هي، هنا درت الفرماج حمر، ستونة، هيا هنا كندير الحشوة ما كتشوفوا معايا. غدا نسدهم، وغدا يا اما نديرهم في البريصة او المقلة، يعني على حساب كل واحد اشنو بغي. انا هنايا غدا نديرهم في المقلة باش يطيبوا مزيان، ومن بعد نشوفوا الشكل النهائي. بهذا الشكل هذا، ودابا غدا نمشي نطيبه. هذا هو الشكل النهائي ديال الكريب ديالنا، كيجي زوين ولذيذ. بالصحة والراحة، أتمنى ينال الإعجاب ديالكم. كيف دائما ما تنسوش تابونا معايا وخليو لايك، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي.